علاج حب الشباب والبقع الداكنة وكذلك تصفية البشرة بالفريز والمعدنوس. أول خطوة غناخدو ملعقة صغيرة من مسحوق الودعة وكيتواجد وكيتباع عند بائعي الأعشاب. غنضيفو ليهم نفس الكمية ملعقة صغيرة من مسحوق الحمص. بعد ذلك غنحكو عليهم حبة ديال الفريز أي الكارز، غنحكوه على مسحوق الودعة والحمص اللي ديجا احتفظنا به. غنخلطوهم بملعقة من زيت المعدنوس بشرط يكون زيت أصلي. نخلطوا المكونات جيدا حتى يتجانسوا لنا فيما بعضهم ويولي لنا خليط رطب. اولا هذا الماسك من الفوائد ديالو انه يخلصكم من حب الشباب وكيصفي البشره، ثانيا كتخلصكم من البقع وكتخلي واحد البشره رطبه ولينه، ثالثا من احسن الوصفات الطبيعيه اللي كتعالج تجاعيد العمر وكذلك الانكماش، رابعا كتبيض البشره من اول استعمال بدون اي اثار جانبيه ومجرد، خامسا كتقشر خلايا الجلد الميت وكتجددهم يعني عباره على قماش طبيعي، سادسا واخيرا ان هذا الماسك صالح لجميع انواع البشره بما فيهم البشره الحساسه. طريقه استعمال هي جد سهله وبسيطه، يوضع على الوجه لمده نصف ساعه مع تفادي الكلام والضحك، وفضل الاسترخاء لتفادي الانكماش، نديرو جوج مرات في الاسبوع، النتيجه كتبان من اول استعمال. كل شيء درجه في هذا الفيديو وصل اكثر من 1000 جيم، يفعل الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. في الفيديو القادم ان شاء الله في امان الله.